متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السبع، بنرحب بكم في لايف جديد من محافظه غربيه وتحديدا من داخل قريه شبرا ميلز التابعه لمركز زفتها محافظه غربيه، احدى اكبر قلاع صناعه وزراعه الكتان على مستوى الجمهوريه يمكن، واللي شهد قبل قليل اندلاع حريق هائل في احدى شون الكتان الموجوده بالقريه، واللي يمكن التهمت حتى الان اكثر من محصول اكثر من 100 فدان مشونين هنا في هذه الشونه. يمكن جهود متواصله من رجال الحمايه المدنيه لإخماد النيران ومحاولة السيطرة عليها قبل أن تمتد إلى باقي المحصول الموجود هنا داخل هذه الشونة. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم ألسنة اللهب ترتفع في هذه المنطقة، و يعني سعادة سرعة الرياح وفي نشاط النيران أيضا، وهناك دخان كثيف متصاعد من هنا داخل من هذا الحريق الهائل المندلع في شونة الكتان الموجودة في قرية شبرا ميلز التابعة لمركز زفتها بمحافظة غربية. زي ما احنا شايفين حضراتكم جهود متواصلة ويعني دفاع مستميت من رجال الحماية المدنية وتواصل مستمر لعمليات الإطفاء للسيطرة على هذا الحريق الهائل الذي اندلع منذ أكثر من ساعتين وما زالت النيران مشتعلة حتى الآن. يمكن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على جزء كبير من هذا الحريق الهائل، وما زالت الجهود المستمره ويعني من رجال الحمايه المدنيه يواصلون بجهد كبير عمليات الاطفاء والسيطره على هذا الحريق. يمكن متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السبع، يمكن قريه شبرا ميلز معروفه بانها من اكبر قرى زراعه وتصنيع الكتان على مستوى الجمهوريه، واللي بتنتج اكثر من يعني واللي بتنتج كميه كبيره جدا من الكتان، ويعني تستقبل الكتان من جميع المحافظات المجاوره، واللي يمكن يعني الاهالي يعني توسعوا في زراعه هذا المحصول منذ سنوات وتوسعوا في زراعته في المحافظات المجاوره خاصه محافظات كفر الشيخ والمنوفيه والالوبيه والتاهليه، وبيتم تشوين الكتان يعني في من بدايه شهر ابريل وحتى شهر يونيو، ويعني بيتم تشوينه في هذه الشون تمهيدا لبدء في مراحل تصنيعه ودخول مراحل التصنيع والاستفاده من كافه مشتملات الكتان من البذور والالياف وتصنيعها في المصانع الموجوده في القريه والقرى المجاوره لها والاستفاده من هذا المحصول الاقتصادي الكبير. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم متابعينا يمكن جهود متواصله لرجال الحمايه المدنيه لاخماد النيران المشتعله هنا في شونه الكتان الموجوده بقريه شبرا ميلز مركز زفته بمحافظه غربيه، ويمكن الجهود متواصله لرجال الاطفاء باستخدام خراطيم المياه وفي محاوله منهم للسيطره ويعني السيطره على النيران وتحجيم هذا الحريق الهائل. يمكن يعني زي ما احنا شايفين ان نشاط الرياح وارتفاع درجات الحراره ساعد على اشتعال النيران بكثافه كبيره والتهام كميات كبيره من المحصول. يمكن اصحاب هذه الشون قاموا باستعانوا بالجرارات واللوادر ل يعني ابعاد كميات كبيره من المحصول الموجوده في هذه الشونه بعيدا حتى لا تمتد اليها النيران. يمكن هناك يعني يوجد هنا 6 سيارات اطفاء تابعه لاداره الحمايه المدنيه بزفته، ويعني زي ما احنا شايفين رجال الاطفاء بيكثفوا جهودهم المستمره للسيطره على هذا الحريق الهائل الذي التهم محصول اكثر من 100 فدان تم تشوينه في هذه الشونه من قريه شبرا ميلز مركز زفته بمحافظه غربيه. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم بنرصد مع حضراتكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع، بنحاول نقترب اكتر من المكان الحريق بعد الحراره وسرعه الرياح ساعدت على ارتفاع السنه لها وانتشار الحريق في هذه الشونه. يمكن زي ما احنا شايفين رجال الاطفاء بيكثفوا جهودهم وبيعملوا على مدار الوقت محاوله منهم لاخماد هذا الحريق الهائل. زي ما احنا شايفين في الصوره يعني النيران مشتعله فيها في الصوره، ويعني الدخان الكثيف يتصاعد هنا في سماء المنطقه، وجهود مكثفه لرجال الحمايه المدنيه للسيطره على النيران. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم بنرصد حضراتكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم في كل مكان، يعني دي صوره يعني في المشهد النيران مشتعله في كميه كبيره من الكتان. يمكن رجال الاطفاء بيحاولوا بكل قوه وعزم السيطره على النيران، يمكن
حرائق الكتان هنا في قرية ورميلس يعني تعد من أصعب الحرائق التي يواجهها رجال الحماية المدنية، والتي خاصة وأن الكتان من الزراعات السريعة الاشتعال، يمكن بيساعد ذلك جفاف المحصول وتعرضه لإشعة الشمس لأطوال الوقت، وأيضا العوامل الجوية بتساعد على انتشار الحرائق في الكتان، وبتلتهم كمية كبيرة من الكتان. ولولا يعني سرعة التدخل من جانب رجال الإطفاء وجهود الأهالي يعني بيتكبد خلال الأهالي خسائر فادحة بسبب سرعة انتشار الحرائق التي تمتد في هذا المحصول، والتي يعني تساعد في انتشارها العوامل الجوية والرياح وأشعة الشمس المرتفعة. يمكن الخسائر الأولية والمبدئية تقدر بمحصول أكثر من 100 فدان لمحصول الكتان، تم التهامها التهمتها النيران حتى الآن. يمكن يعني رجال الإطفاء يعني خط الدفاع الأول بيواصلوا جهودهم في عمليات الإخماد للحريق، ويعني بيكثفوا جهودهم للتعامل مع هذا الحريق الهائل، واللي التهم يعني كمية كبيرة جدا من محصول الكتان الموجود في إحدى شوان الكتان بقرية شوراميلس مركز زفتة محافظة الغربية. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع، يمكن حريق هائل اندلع ظهر اليوم في احدى شوان الكتان التابعة في موجودة بقرية شوراميلس، قلعة زراعة وصناعة الكتان على مستوى الجمهورية، يمكن واللي بتصدر منتجاتها للخارج، خاصة يعني الصين اللي بتتعاقد على هذا المحصول كل عام من اصحاب المصانع. يمكن الحريق اندلع ظهر اليوم في شوان الكتان بقرية شوراميلس مركز زفتة محافظة غربية، ويمكن التهمت النيران محصول 100 فدان مشوانين هنا في هذه الشونة. يمكن المزارعين واصحاب هذه الشونة استعانوا بالجرارات لابعاد الكتان اللي يعني بعيدا عن مكان الحريق واخلاء المنطقة خشية امتداد النيران ليها، ويمكن اللي بيساعد على ذلك نشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة اللي بتكون سبب في امتداد النيران وزيادة المساحات المشتعلة من الكتان. يمكن زي ما احنا شايفين رجال الإطفاء بيقوموا بعمليات التبريد في كمية من الكتان تم إخمادها، ويمكن خشية تجدد النيران مرة أخرى، بينما يواصل باقي رجال الحماية المدنية جهودهم لإخماد باقي المساحات المشتعلة من الكتان، ويعني في محاولة منهم للسيطرة عليها. يمكن يعني الجهود مستمرة لأكثر من 4 ساعات حتى الآن، وما زالت الجهود متواصلة لإخماد النيران المشتعلة في هذه المنطقة. يمكن رجال الحماية المدنية بيواصلوا جهودهم المكثفة للتعامل مع هذا الحريق الكبير، ويعني تم الدفع بأكثر من 6 سيارات مطافي من إدارة الحماية المدنية بزفتة للتعامل مع هذا الحريق الهائل، ويعني زي ما احنا شايفين جهود متواصلة من جانب رجال الحماية المدنية في محاولة للسيطرة على النيران، وما زال رجال الحماية المدنية بيواصلوا جهودهم في إخماد هذا الحريق خشية امتداده لباقي الشون الموجودة في هذه المنطقة والقريبة من مكان الحريق. ويعني زي ما احنا شايفين تم إخماد الحريق في بعض الكميات المشتعلة من الكتان، ويتم إجراء عملية التبريد ليها خشية اشتعالها مرة أخرى، بينما الجهود متواصلة من قبل رجال الحماية المدنية للسيطرة على باقي المنطقة المشتعلة من الكتان لإخمادها وإجراء عملية التبريد.
شايفين مع حضراتكم متابعينا متابعه تلفزيون اليوم السابع، يعني رجال الحمايه المدنيه بيواصلوا جهودهم لاكثر من 3 ساعات حتى الان في عمليات حمايه النيران المشتعله في الكتان، وما زالت الجهود متواصله في السيطره على النيران المشتعله والتي يعني تساعد الرياح واشعه الشمس في انتشار هذا الحريق. زي ما اشرنا حرائق الكتان واحده من اصعب الحرائق التي يواجهها رجال الحمايه المدنيه في محافظه الغربيه، خاصه في فصل الصيف يمكن، ويعني جهود متواصله للتعامل مع هذا الحريق. يمكن يعني كتان يعني حرائق الكتان يعني من اصعب الحرائق التي تواجه اصحاب المصانع والكتان في قريه شبراميلس، خاصه وان الكتان الجاف والمشون فيها الشون يتعرض لاشعه الشمس لفترات طويله، ايضا يعني بتؤدي الى اشتعال النيران في الكتان، ويعني النيران اتهمت كميه كبيره حتى الان، ومسائل الجهود واصله للسيطره على النيران المشتعله في الكتان.